اخواني اخواتي، جيت اليوم ان شاء الله باش ندير معكم البغرير بوالمس بيدون فورس. عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده ديال الحلوه يعني ربعه، وعندي كاس تاع الفينو دقيق الفينو، كنزيد صاشيه ديال الفاني، كنزيد رشه ديال الملح، الملح حسب الذوق، كنحرك، كنزيد الخميره، هانتوما تلقاه شويه تاع الما دافي، غير الما تعرب ليه هو راه سخون مع الصاد. دابا كندير هو الماس جوج كيسان الاولين، كنزيد الكاس الثالث، كنخلط مزيان الخميره ديال الحلوه حتى الاخير، عاد تنديرها حطاتهم طحناها في الميكسور. نزيد الكاس الرابع، يلا من بعد ما خلطنا الخليط نديروه في الكاس تاع الميكسور باش نطحنو، ومن بعد نطحن نزيد الخماره وحده، ومن بعد يطحن نشوفو على حسب الطفل السمك ديال البغرير، ما خصوش يكون ثقيل بزاف وما خصو يكون خفيف. هانتوما جبت نص كاس تاع الماس لان جا قاصح، يلا من بعد ما طحن غادي نخليه يرتاح واحد ربع ساعه بما نجمع ونتلاقاو ان شاء الله في الطيب. جينا واحد ربع ساعه درناه في الثلاجه مع هذا الصاج، غادي نزيدو فرقناه على جوج، ندير الكاكاو هنايا في هذا الزلاف، نطربوه مزيان باش يكون بغرير واحد بني ويكون الاخر بيض. يلا من بعد ما جينا وجدات ها هي هذه اللي بالكاكاو، هاي دابا غادي نطيبو ان شاء الله. يلا من بعد عمرنا المقلة، تنقصو البوطا ما تنخلوهاش مشعشعة بزاف حتى تسخن المقلة، عاد تندير بغي. هانتوما ما كنعمرش بزاف، ندير غير شوي، من بعد تيتخرج طيب، ملي كينشف تيتقلعو عليه الجناب ديالو، كنحيدو من المقلة، كنحطو في شي زيف، ومن بعد تيبرد شوية كندهنو بالزيت، وندير وحدة على وحدة، ومن بعد تشوفو الباقي. هانتوما تنطيبو من جوج جهة، كنقلبو بحال ما هكا، ومن بعد تنسوسو في الزيت. هانتوما البنات جا مخرق تبارك الله صغار، بعد درنا هاد القرن بنية فهي تتخرق بحال البغري العادي. هانتوما البنات مخرقين تبارك الله تقريبا كل شيء، تندهنوهم بزيت الزيتون من بعد ما تيبردو، خليهم حتى يبردو وندهنوهم، نديرو وحدة على وحدة، ونديرو دوك ستة ولا على حساب الأسرة تاع الإنسان، نديروهم في بلاستيكات. يالله لا من بعد ما طاب البغرير وتقاد ها هو كيجا تبارك الله، كي الشهيدات بغريرات هانتيا هما خفاف، شتو معقب تا بيد مكانش كيفاش نجي نقطع بيد وحدة، هانتي طايبين من جوج جهات من الجهتين، دايما تنطيب بغرير من كل وجه ماشي غير موجه واحد، وبدون دقيق ديال الفرصه.